دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس كتلته البرلمانية وأعضائه إلى الهدوء، معربا عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء، وذلك بعد اعتقال رئيس الحزب نبيل القروي. وكان المتحدث باسم كتلة الحزب في البرلمان أسامة الخليفي قد قال إن ضغوطا سياسية عدة أدت إلى إيقاف القروي. وقالت مصادر للعربي إن إيقاف القروي جاء نتيجة قضية تهرب ضريبي. إلى السجن ثانية سيق القروي إثر جلسة استماع بالقطب القضائي الملي. وإن لم تتضح تفاصيل الإيقاف وخلفياته بشكل جلي، فإن قيادة الحزب تقول أن دوافع إيقاف القروي سياسية. إيقاف سيد نبيل القروي اليوم نعرفه اللي وراه برشا ضغوطات سياسية وغيره، لكن ندوا بالكيل بمكيالين، لأنه ملفات عالقة في القضاء و معناتها يجب فتحها كلها، واحنا مع فتح هذه الملفات. في المقابل حزب قلب تونس سيواصل دعمه لهذه الحكومة، سيواصل لعب دوره الوطني. الأهم إذن قبل المهم، تماسك الحزب وصمود حكومة المشيشي في ظل غياب القروي هي أولوية قصوى لدى قيادة حزب قلب تونس. حكومة المشيشي بدورها تبدو أمام اختبار الاستمرار، خاصة مع تصاعد الدعوات لإجراء تعديل وزاري يقول متابعون أنه سيستبعد وزراء اقترحهم رئيس الجمهورية. هناك جواب قانوني وجواب سياسي. جواب قانوني الأمور عادية. جواب سياسي إذا كان التحالف أو الحزام السياسي حول السيد هشام المشيشي صمد بعد هذه الحادثة وتعالج معها وتعامل معها بذكاء، قد تصمد الحكومة ويتعزز الحزام السياسي مثل ما كان يقال بالتحاق مجموعات أخرى وخاصة مجموعة السيد حسون الناصفي. الاحتمال الثاني أن يكون غياب القيادة في ثاني الأحزاب المؤيدة للحكومة حجما مقدمة لخلافات داخلية تمهد لتصدع الائتلاف الحكومي، وهو احتمال قائم في ظل تنامي الاحتجاجات وارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات التنمية. بين اعتقالين، أول خريف 2019 وثان نهاية العام الحالي، تقلب نبيل القروي بين موقفين محورهما المسافة من الإسلاميين وانتقل من المعارضة إلى الحكم. كم كانت السياسة حاضرة في كواليس الإيقاف؟ سؤال طرح حين سجن الرجل أول مرة ويطرح اليوم من جديد. خليل كعيد، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس صالح عطية مدير موقع الرأي الجديد. أهلا وسهلا بك سيد صالح، ما رأيك بالذي حدث؟ هل نحن أمام إجراءات قانونية صرفة تتعلق بتهمة تبييض الأموال، أم أننا أمام محصلة ضغط سياسي على القضاء كما تقول بعض المصادر في حزب تونس؟ شكرا لك على الدعوة وإتاحة الفرصة. أعتقد أننا أمام معركة سياسية حامية الوطيسة، وبدأ يحمي وطيسها خلال هذه الفترة. هنالك أطراف سياسية أصبحت منزعجة من الحزام البرلماني حول الحكومة، وتعتقد بأن ربما التفجير هذا الائتلاف البرلماني وتفجير الحكومة باتجاه صيغة حكومية جديدة أصبح أمرا ممكنا في ظل دعوات رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد ومنع الحوار أو الامتناع عن الحوار مع من يسميهم الفاسدين، من يسميهم الفاسدين عفوا، ويقصد بذلك قلب تونس تحديدا ونبيل القروي بأكثر وضوح. اليوم هذه المعركة باتت واضحة من خلال توظيف القضاء مرة أخرى، وأنا أعي جيدا ما أقول توظيف القضاء مرة أخرى في هذه العملية من خلال تحريك ملف قديم في الحقيقة يعود إلى خريف 2019 عندما سجن نبيل القروي بهذه التهم تبييض الأموال، وخرج من السجن بعد أسابيع كثيرة في السجن. ونعلم جيدا ماذا حصل خلال تلك الفترة في الانتخابات الرئاسية بشكل سمح لرئيس الجمهورية أن يستفيد من الأصوات التي تكافح الفساد في تونس وصعد. ولكن هذا يأتي في سياق حملة على ما يوصف بالفساد المالي. سيد عطية، ما الذي يجعل توقيف القروي دون غيره يعني فعلا يكتسي شبهة التسييس هنا؟
يعني الفساد الذي لمسناه في الأيام الأخيرة كان بإعاز من الحكومة ووقفة جادة من الحكومة. لا يمكن لرئاسة الحكومة اليوم أن تقف ضد نبيل القروي الذي يمثل جزءا مهما من الحزام البرلماني حول هذه الحكومة والذي أعطاها ثقته كحزب وككتلة برلمانية. القضية الآن جاءت في الحقيقة من رئاسة الجمهورية. كنا رأينا أمس السيد محمد عبو يلتقي برئيس الجمهورية مباشرة، اليوم يأتي هذا الإيقاف. العملية عملية يعني مرتب لها، ونحن نعلم جيدا أن السيد محمد عبو، نتكلم هنا بكامل وضوح، دعا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ 4 خطوات أساسية خلال تقريبا أسبوع من الآن. هو أن يعني ينزل الجيش إلى المدن في تونس، وأن يقيل الحكومة الحالية، وأن يضع الائتلاف الحاكم وقياداته في رهن الإقامة الجبرية، يعني مثل ما يحصل الآن مع السيد نبيل القروي من خلال إيقافه، والذهاب إلى انتخابات برلمانية سابقة الأوانها في مرحلة لاحقة. كان هذا أيضا كان هذا يعني برنامج السيد محمد عبو. نلحظ اليوم بشكل واضح من خلال هذا الإيقاف بداية تنفيذ هذه العملية. هناك بعض المواقع الإلكترونية كتبت هل باتت رئاسة الجمهورية رهينة لدى التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية. هذا طرح من الطروحات الموجودة، وليس هنالك للأسف الشديد ما ينفيها. يعني عندما نتساءل لكن سيد لماذا وقع سيد عطية، أنت تشير أن هذه اتهامات قديمة وبالفعل هذا ما يقال الآن، والقضاء يقول بأنه يتابع هذه الاتهامات القديمة للسيد القروي وتوصل الآن بالذات إلى ما يستدعي توقيفه. هو لم يتوصل إلى حد الآن لأنه لم يوجه أي تهمة للسيد نبيل القروي حسب المعلومات الواردة، ولكن يعني قدم وثيقة ب 850 صفحة للجهات القانونية ولسان الدفاع للسيد نبيل القروي على أن ينظر فيها. كان يفترض من الناحية القضائية طبعا من حق القاضي أن يوقفه، وهذا مما لا شك فيه، هذه من خيارات القضاء، ولكن عموما في مثل هذه القضايا يترك المتهم بين ظفرين أو بين هلالين رهن السراح المؤقت في انتظار جواب لسان الدفاع، وفي ضوء ذلك يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان يوقفه أم لا. هنالك تعجل في هذه القضية مع الحيثيات السياسية الموجودة الآن في البلاد. هنالك دعوتين الآن، أو سمحني تحرك ودعوة، هنالك دعوة اليوم لتوحيد الصف اليساري والصف القومي والليبرالي في تونس من أجل إزاحة رئيس البرلمان. هذا المطلب سمعناه في تدوينات وسمعناه في تصريحات صحفية اليوم، وليس أمس وليس الشهر الماضي. وهنالك أيضا اليوم بدأت يعني تتضح صورة الاتصالات السياسية حتى بالسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل أن تلتف حول هذه الكتل البرلمانية وتقديم لائحة بهذا الشأن إلى البرلمان في محاولة طبعا من الناحية السياسية لاستغلال هذا الضعف الآن الذي يعيشه الائتلاف البرلماني حول الحكومة، والإجهاز على مسألة إزاحة رئيس البرلمان من البرلمان. إذن نحن أمام معركة سياسية حقيقة وليست قضية قضائية فقط للأسف مرة أخرى. نحن أمام مزيد من التعقيد حقيقة على المشهد في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تونس. شكرا جزيلا لك صالح عطية، مدير موقع الرأي الجديد.